يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال يا رب يا رب، هل هذه جملة؟ يا رب يا رب إيش؟ يا رب اغفر لي يا رب، بس يا رب يا رب هذا ما يفيد شيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي في الحديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذا ما هو معناه من هذا دعاء، معناه إخبار عن هذا الشخص أنه يدعو ربه ولكن هو يتغذى بالحرام ويشرب الحرام ويلبس، لا يستجاب له دعاء. نعم.